السلام الله عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم والدعم، تقويم ودعم الوحدة الأولى. هذه الحصة تندرج في الأسبوع السادس من الوحدة الأولى مجال العائلة، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان نصنا التقويمي شجرة العائلة. إذا نقرأ النص ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة له. إذن شجرة العائلة. زارت مريم مع أمها وأبيها جدتها في القرية، وخرجت معها للنزهة في البستان. قالت الجدة: كل هذه الأشجار غرستها بيدي، وها هي بدأت تثمر. قالت مريم: سمعت يوما أستاذنا يتحدث عن شجرة العائلة، فأين هي شجرة عائلتي؟ قالت الجدة: إنها شجرة تشبه الأشجار يا بنيتي، في جذوعها وفروعها وأغصانها، فأنا وجدك نمثل الجدة، وأبوك وأمك وعمك يمثلون الفروع. قالت مريم: إذن أنا وأخي وكل أحفادك نمثل أغصان هذه الشجرة. إذن ألاحظ الرسم وأجيب عما يأتي. من أرى في الرسم؟ إذن من أرى في الرسم؟ أرى الجدة، الجد، العم، الأب، الأم والأحفاد. إذن ألاحظ في الرسم جدا وجدة وعما وأبا وأما والأحفاد. ألاحظ في الرسم جدا وجدة وعما وأبا وأما والأحفاد. كم عدد أفراد العائلة الموجودين في الشجرة؟ إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن عدد أفراد العائلة هو 9. أختاروا ما يكمل العنوان وكمل العنوان، أو أقترحوا تكملة أخرى. شجرة العائلة ليست شجرة حقيقية. إذن شجرة العائلة تشبه باقي الأشجار إذا ألون خانة الشخصيات التي لم تذكر في النص. إذا الشخصيات التي لم تذكر في النص، إذا العمة لم تذكر، مريم ذكرت، زارت مريم، إذا الخال لم يذكر، الجد والعم والأب والأم والأخ والأحفاد ذكروا، والخالة لم تذكر. إذن الشخصية التي لم تذكر فقط العمة، الخال، والخالة. أتمم عائلة كلمة الكلمة غرسة. إذن عائلة كلمة تكون مكونة من الحروف الأصلية للكلمة. الغرس يغرس، غارس، مغروس، غرس، مغروسات. ألون خانة الكلمة التي تتضمن حركات قصيرة فقط. إذا فقط الحركات القصيرة خانة الكلمة، الكلمات التي تتضمن حركات قصيرة. إذا شجرات، إذا شجرة تتضمن حركات قصيرة وتنوين، أحفاد تتضمن حركة طويلة وتنوين،
الأبو تتضمن حركات قصيرة. الأبو تتضمن حركات قصيرة. فروع تتضمن حركة طويلة وتنوين. عائلتي تتضمن حركة قصيرة. ومريم تتضمن حركات قصيرة. رتب الكلمات الآتية بحسب حرفها الأخير. أستاذ، جد، خرج، حفيد. إذا بحسب الحرف الأخير ألف باء تاء ثاء جيم. إذا خرج، جيم، حاء، خاء، دال. إذا الدال لدي جد، لدي حفيد. إذا جد هي الأولى وحفيد لأنها سبقت بياء هي الثانية. ثم أستاذ، دال، الذال. أكتب، أكتب كلمات تتضمن مقطعا مماثلا لأواخر الكلمات الآتية. الأشجار، الأمطار، الأزهار. عائلة، مائلة، سائلة. جدتي، خالتي، عمتي. يوما، دوما، صوما. الفروع، الجذوع، الخشوع. إذا الأشجار، الأمطار، الأزهار. عائلة، مائلة، سائلة. جدتي، خالتي، عمتي. يوما، دوما، صوما. الفروع، الجذوع، الخشوع. إذا أضع كل كلمة في مكان المناسب. إذا المذكر في خانة المذكر والمؤنث في خانة المؤنث. إذا خال مذكر، مفيدة مؤنث، خالة مؤنث، عم مذكر، بنت مؤنث، عمة مؤنث، ابن مذكر، أسرة مؤنث. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم وبداية دروس الوحدة الثانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.